التقى أو نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تعازي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد مهدي سعد بوفاة والده رحمه الله. حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على تقديم التعازي للاعب في مراسم العزاء، حيث التقى سموه باللاعب مهدي سعد ونقل له تعازي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه سائلا المولى العزيز أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذوي الصبر والسلوان. أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تعازيه لأسرة الفقيد مشيدا سموه بالموقف المشرف الذي ضربه اللاعب مهدي سعد بالبقاء مع المنتخب الوطني في بطولة آسيا على الرغم من وفاة والده، وهو ما يؤكد حرص اللاعب على تأدية واجبه الوطني وضرب أروع الأمثلة في الوفاء والتضحية. كان اللاعب مهدي سعد قد تلقى نبأ وفاة والده أثناء تواجد اللاعب مع بعثة منتخبنا الوطني في بطولة آسيا المقامة بدولة قطر التي توج منتخبنا بلقبها وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وحرص اللاعب على البقاء مع المنتخب وتأدية واجبه الوطني. من جانبه أعرب اللاعب مهدي سعد عن خالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، مؤكدا أن كلمات جلالته الأبوية خففت من الآلام وأن زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة محل تقدير واعتزاز.